اسره كمال الطويل واحنا محبين لكمال الطويل بنستعد لمئويه كمال الطويل. هو في 2023 فعلا ان شاء الله السنه الجايه هتبقى 100 سنه على ميلاد كمال الطويل و20 سنه على وفاته. دار الاوبرا حتى اختلط عليها التاريخ، كانت عايزه تكرمه السنه دي، كانوا فاكرين ان هو من مواليد 1922 لكن هو من مواليد 23 1923. استاذ زياد يعني كان عنده رجاء وقال انا عايز اتكلم عن كمال الطويل مش عن زياد الطويل. لا احنا نتكلم عن كمال الطويل وعن زياد الطويل. حضرتك اللي تقولي عليه انا هنفذ. ده احلى حاجه. طيب كمال الطويل هو في سر في الحان، يمكن كونك قريب منه تقدر تقول لنا تفك لنا السحر اللي في الحان كمال الطويل. حولك. هو يعني لو كان حضرتك قابلتي كمال الطويل شخصيا كنت هتعرفي السر، لان شخصيته الحقيقيه هتلاقيها في الحانه. بمعنى لو في لحن فيه شياكه، هو في حياته كان راجل شيك جدا، بيتذوق كويس قوي، ولذلك يعرف يختار الكلمه قبل ما يلحنها، كمان يعرف يختار الصوت اللي هيقول الكلمه يعني اللحن، يعني انه يبقى لايق عليه، مش مجرد لحن حلو زي ما عمل كتير مش مطربين لكن الالحان لايقه عليهم. زي اديني امثله. زي مثلا عبد المنعم مدبولي، طيب يا صبري طيب. زمان وكان يا مكان، كان الزمان انسان، زمان كان يا مكان. ومثال اخر لما تعاون مع ماجده الرومي مثلا، دي مطربه لكن هو صوتها مش الصوت التقليدي وقتها، فلما عمل لها مفترق الطرق عمل لحن برضه يليق، وهكذا في حاجات كتير. ساعات اقوم الصبح قلبي حزين، اطل بره الباب ياخدني الحنين. اعتقد الوحيد اللي كان بيلحن له من غير ما يفكر كان عبد الحليم حافظ. عنده حكايه عظيمه مع عبد الحليم حافظ، اغنيه على قد الشوق احنا دلوقتي بنسمعها على انها من التراث، بس هي ساعتها كانت اجدد من الجديد. بالظبط. انت قلتي حاجه مهمه، ان احنا بنسمعها سواء هي ولا بتلوموني ليه ولا في يوم في شهر، كلها حاجات بنحبها وعايشه لحد النهارده، لكن وقتها كانت جديده جدا. وده الميزة في مدرسة كمال الطويل، إذا كنا هنعتبر إن عنده مدرسة هو والموجي طبعا والشعراء الكبار، إن هم طوروا الأغنية المصرية مع الاحتفاظ بمصرياتها. سر التألق والتوهج المرعب في أغاني عبد الحليم حافظ اللي لحنها كمال الطويل، كان لأن هم قريبين من بعض ولا لأنه كان في غزارة إنتاج ففي حاجات كتيرة سمعت؟ في تعب في مجهود، يعني حقيقة يعني احنا بنسمع الغنوة لكن مش عارفين عشان تطلع حصل فيها ايه، كانوا بيقعدوا بالليالي كانوا بيعملوا مجهود عشان يطلعوا احسن ما عندهم. وكانت اغنية بلاش عتاب النهاية الجميلة، اولا اغنية كده ايقونية لوحدها لحنا، يعني كانت اخر تعاون ما بينه وما بين عبد الحليم، اخر تعاون عاطفي. ليه ده السؤال؟ طبعا. ليه؟ عبد الحليم زي ما حضرتك تعرفي والمشاهدين كلهم عارفين انه دارس موسيقى، وكمان في الحفلات بنشوفه بيقود الفرقه. اثناء البروفات كان عبد الحليم برضه بيتدخل في قياده الفرقه في وجود الملحن. فكمال الطويل قال له يعني مره واثنين وثلاثه لما يبقى ليك ملاحظه، احنا يعني عملنا البروفا في البيت واتفقنا على كل حال، لما يكون ليك ملاحظه قولها لي، لكن مش معقول انا في البروفا بقول مثلا للموسيقيين يمين وانت تقول لهم شمال. فقال له مره واثنين وثلاثه، قال له بقول لك ايه بقى، علشان ما نخسرش بعض كاصدقاء وانا مش عايز اخسرك كصديق، انا هبطل اتعاون معاك فنيا. وكانت دي نهايه التعاون، واحتفظوا بصداقتهم. ايوه بس يعني احنا تخيلنا ان في مشكله كبيره حصلت، اصل احنا بالنسبه لنا دي مش مشكله كبيره، يعني ده اختلافات في وجهات النظر. كرامه كمال الطويل.
كرامة كمال الطويل الملحن اللي عارف قيمة نفسه، لأن هو فعلا الملحن هو صاحب الكلمة في البروفا مش المطرب. مش معنى المطرب حتى لو بعظمة عبد الحليم أو غيره، يعني لو ليهم ملاحظة بفوت بيقولوها للملحن، وهو الملحن اللي بيوصلها للفرقة. يعني هم اختلفوا أثناء بروفات بلاش عتاب. آه، وآخر كوبليه في بلاش العتاب كمال الطويل رفض إنه يلحنه، وقف التعاون معه. فعبد الحليم جاب حد تاني اللي هو الملحن رؤوف زهني ولحن الكوبليه الثالث وسمع كمال الطويل، قال له ايه رأيك؟ قال له هو حلو فعلا، بس مش من نسيج العمل. انت عارفة الاغنية بيكون ليها زي ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ يعني هو عبد الحليم جاب ملحن تاني يلحن الكوبليه ويسأل كمال الطويل فيها؟ ما هم اصدقاء. يعني مفيش مشكلة. وبعدين كما هو كمال الطويل صاحب اللحن اصلا، فعايز يقول له، وغالبا عبد الحليم بذكائه كان عايز يستفز كمال الطويل. يعني عجبك كده؟ فقال له مش نفس النسيج، لكن طب ايه الحل؟ طب هنعمل ايه يا كمال؟ ما عرف تعمل عبد الحليم، طب ما تيجي نعملها ونخلص. وعملوه. ده انه كوبليه بقى؟ انا اصلا حافظ الاغنيه كلها، حبيت الحب عشانك وكرهت الحب عشانك، يمكن ده اخر كوبليه. هنجيب الاغنيه كلها وهنشوف اخر كوبليه. اللي يعني رفض كمال الطويل في البدايه استكمال، وبعد كده رجع وكمله تاني. ما تكلمنيش على الحب، ما تفكرنيش بالحب، لا حياتي هي حياتي ولا قلبي اصبح قلب. حبيت الحب عشانك وكرهت الحب عشانك، حبيت الحب عشانك وكرهت الحب عشانك، ابدا مش هقدر اسامحك، ابعد خليك في مكانك، ابدا مش هقدر اسامحك، ابعد خليك في مكانك. انا بترجاك استنى هناك، استنى بعيد علشان انساك. ياما ياما قلبي داب من عذاب الحب، ياما ياما خبيت الألم، ياما شفت النور ضلام، ياما كنت أتمنى يوم 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 ابتسامة، ياما قلبي داب من عذاب الحب، ياما ياما خبيت الألم، ياما شفت النور ضلام، ياما كنت أتمنى يوم 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 ابتسامة. بلاش العتاب بلاش عتاب بلاش يا حبيبي يا حبيبي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.